يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم ذكر الأحاديث وصدرها بحديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، أي أنه أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله جل وعلا يريد في خلقه ما يشاء من خير وشر، لكن كل إراداته خير، وأما مراداته ففيها الخير والشر. كل قضائه خير، وأما مقضياته ففيها الخير والشر. والناس أوعية، منهم من يعلم الله تعالى في قلبه خيرا فيوفقه، ومنهم من يعلم الله في قلبه شرا فيخذله والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لم يزغ قلوبهم إلا حين زاغوا هم أولا وأرادوا الشر، لم يوفقوا للخير. أما من علم الله في قلبه خيرا فإن الله يوفقه. فإذا علم الله في قلب إنسان خيرا أراد به الخير، وإذا أراد به الخير فقهه في دينه وأعطاه من العلم في شريعته ما لم يعطي أحدا من الناس. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن نحرص غاية الحرص على الفقه في الدين، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. ومن أسباب الفقه أن تتعلم وأن تحرص لتنال هذه المرتبة العظيمة أن الله يريد بك الخير. فاحرص على الفقه في دين الله. والفقه في الدين ليس هو العلم فقط، بل العلم والعمل. ولهذا حذر السلف من كثرة القراء وقلة الفقهاء، فقال عبد الله بن عبد المسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ فإذا علم الإنسان الشيء من شريعة الله ولكن لم يعمل بها فليس بفقيه، حتى لو كان يحفظ أكبر كتاب في الفقه عن ظهر قلب ويفهمه لكن لم يعمل به فإن هذا لا يسمى فقيها، يسمى قارئا لكن ليس بفقيه. الفقيه هو الذي يعمل بما علم، فيعلم أولا ثم يعمل ثانيا، هذا هو الذي فقه في الدين. وأما من علم ولم يعمل فليس بفقيه، بل يسمى قارئا ولا يسمى فقيها. ولهذا قال قوم شعيب لقومه: ما نفقه كثيرا مما تقول، لأنهم حرموا الخير لعلم الله ما في قلوبهم من الشر. فاحرص على العلم واحرص على العمل به لتكون ممن أراد الله به خيرا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين فقهوا في دين الله وعلموا وعلموا وانتفعوا. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المتفق على صحته الذي رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الفقه في دين الله عز وجل علامة على إرادة الله تعالى الخير بالعبد، وذلك أنه إذا تفقه في دين الله يكون على بينة، يعبد الله على بصيرة وعلى هدى وعلى محجة واضحة، فيكون سائرا إلى ربه على بينة وعلى هدى، فيكون عارفا بالحق فيعمل به ويبصر غيره به فيدله ويدله عليه، فيكون بذلك استفاد وأفاد، نفع نفسه ونفع غيره، ولم يكن نفعه مقتصرا على نفسه بل يتعدى
إلى غيره